بداية الكسوف الحلقي كيف؟ الآن القمر يتوسط الشمس. يا سبحان الله. سبحان الله. توسط الآن القمر. توسط الشمس. سبحان الله. شوف العالم. العالم كيف؟ هذه الظاهرة الفلكية النادرة. باقي عليه دقائق. سبحان الله. صف حاليا بدايته كأنه هلال. إيه صاير هلال. الآن هذا الأسود هذا القمر راح ينزل راح يصير كسوف حلقي. لاحظ أن الشروق الآن يزيد الإضاءة تزيد الآن. صغير إيه علي سام. هاي كأنه هلال صاير. لا إله إلا الله. فالآن ارتفعت الشمس بانت أكثر. لا إله إلا الله. ممكن تقربها بالزوم ترى تجيك. اي نعم تجي. اي ما شاء الله. شوفوا كيف صارت واضحة. لا إله إلا الله. القمر والشمس بخط واحد الآن. ما بعد يكون مكتمل حاليا. كيف عملية الرأس للحين عن طريق تلسكوب. سبحان الله الان اكتمل كسوف الحلقه. لحد الان ما نقول كسوف الدونت مو الحلقه. لا اله الا الله. شوف بالعين. يا الله سبحان الله. شوف الجماعه وجهوا للغرب. والله ما ادري طالع. شفت عبود ما شفته. شفت الكرسي حق بس هذا يكفي. الان الشمس لاحظ القمر بدا يطلع من قرص الشمس. انتهى الحلقه انتهت. الان صاير الشكل كهلال. كلها دقائق بس دقيقتين وشوي. هي ثلاث دقائق تقريبا. العالم كلها تجي عشان الثلاث دقائق دي. نعم هذا الزبده كلها.